السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين بخير على خير، أمركم لاباس وناشطين في نفس الوقت. فيديو جديد وروتين جديد راح يكون عبارة عن روتين ولا فلوغ، سميوكم ما حبيتو. هذا راح يكون الأخير ما قبل شهر رمضان الكريم، لأنه خلاص رانا ما بقى والو رمضان. ممكن من نحط الفيديو يكون باقي له نهار ولا يومين إن شاء الله. المهم نقول لكم رمضان كريم، يدخل علينا بالصحة والهنا يا رب. راح يكون على يومين وراح نشارك معكم يعني اهم الاشياء اللي عملتهم، ومن بينها خديجة برا. اللي يحبوا هذا النوع من الفيديوهات راه كاين مشتريات كذلك في اخر الفيديو وتدبير للمطبخ. وبلا ما نزيد نطول عليكم اكثر، نخليكم مع الفيديو. حاجة الاولى حبيت نشاركها معكم هما هادو بعض التجهيزات ولا الحلويات اللي حضرتهم للصديقة ديالي. يعني هي بنتها تقرا مع بنتي وكانت زاد عندها مولود اللي يتربى في عزهم ان شاء الله، واللي ربي مازال ما عطاهاش ان شاء الله باذن الله، وخصوصا في هادو العواشر ربي يعمر حجرها ان شاء الله ويعطيها الذرية الصالحة. هذا الموضوع بزاف كانوا يسالوني عليه اللي ساكنين هنا في امريكا جدد. كما راكم تشوفوا كنت حضرت هذيك الكيكه، حضرت هذو الحلويات، هذو الوصفات ديالهم كامل راهم موجودين في قناه البنات. هنا عندنا هنا في امريكا من وحده تزيد وتمشي تشوفيها، هذه ماشي العقيقه، لا لا هذه فقط زيدت، وانا الصديقات ديالي كنا حنا ثلاثه ولا اربعه صديقات مشينا نشوفوها، يعني كامل في ولادنا يقراو مع بعضياتهم البعض، مشينا نشوفوها. الوغ هنا البنات تاعكم ساكنين في امريكا ضروري من وحده تزيد، ضروري تعبي انت معاك ماشي هي طيب لك. هنا كنت عملت ديجا كان طاب دجاج نحيته ومن بعد رميت الزيتون والكفته، يعني الوصفه تقريبا كاين كيفها في القناه، هذه فيها بعض الاضافات. اذا راكم حابين راح نعملها لكم ان شاء الله في شهر رمضان الكريم، تجي بنينه 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 وهبلوا عليها. يعني الصراحه ما كانش اللي ما استحصانيش كيفاش حضرتها. هنا عبيتها كما راكم تشوفوا، عبيت بالطنجره بكلش باش تبقى سخونه وتما كنحطوا. والحلويات نفس الشيء، هنا من وحده تزادكم ما قلت انت تعبي، يعني تعبي الحلوه، تعبي الاكل ديالك، تعبي الكادو ماشي هي طيب لك، لانها راها في مرحله النقاهه، يعني ماشي نستناوها هي تنوض وتدخل الكوزينه وتقعد تطيب لنا، لا لا هذه هي. هنا تعبي انت معك الحلوه وتعبي الحلويات والاكل وتعبي كذلك لي كادو الهدايا، يعني كامل نعملوا هذا الشيء ومن نمشيو تماك حنا اللي نحطوا الماكله مع بعضياتنا بعضكم. هذا الطبق جبته صديقتي مغربيه، هذه سلطة الفواكه، يعني تفهمنا كل وحدة تجيب زوج ثلاثة الأشياء الشيء اللي تقدري عليه، هذه هي معاونة نتفهموا مع بعضياتنا البعض. أنا واش راح نطيب باش ما يكونش تكرار، أنت جيبي السلطة، أنت جيبي فواكه، أنا نجيب الحلويات، أنا راح نعمل كل اللي تفهمنا. كما راكم تشوفوا كنا احنا أربعة صديقات وحطينا هذو المأكولات والحمد لله فوتنا وقت رائع صراحة. يعني هذه هي العادة اللي عندنا هنا في أمريكا، وهي من نمشي وشوفوا وحدة ولدت احنا اللي نعبيو لها الأكل، يعني نعبيو لها بالزيادة باش الغدوة تاكل من بعد غدوة تاكل هي ماشية، يعني حاجة مليحة. من بعد إذا هي حبت تعمل العقيقة هي عاود تعرضنا، ويعني وضروري نعبيو شي حاجات في يدينا. هذه البنات عندهم كما حنا نسميوها السلق، لكن يطيب بطريقة أخرى، هذيك كان طيبتها وحدة السودانية. ومن بعد نحطوا الحلويات مع الشاي، يعني نفوتوا وقيته زوينه ولا وقيته الشابه بالعاميه ديالنا. هذه بالخصوص لانه بزاف يجوني في الفيسبوك اللي ساكنين هنا جد وما يعرفوش العادات هنا تاع امريكا، من يمشيو يضيفوا ولا عند وحده زيدت واش يعبي واش ما يعبيوش. هذا مكان البنات. من اليوم الثاني كنت مشيت هكذا، كانوا خاصني بعض الاشياء وقلت لي مالا، لانه بزاف راه يحبهم راهم يحبوا الفيديوهات من هذا النوع، يقولوا لي صوري لنا الجديد المشتريات الملابس واش كاين واش ما كانش. ضربت بكم دوره خفيفه برك وراكم معايا. Thank you.
كما شفتوا راني مصوره لكم في تي جي ماكس برلينتون اولد نيفي، وهذا المحل برلينتون كانوا عندها اشياء شابين الصراحه، وكان تلفت لي واش نشري، لكن اللي عجبوني اللي هبلوني وللاسف بالرغم من انه السايز ديالي اوكي وحده السايز ديالي، لكن ثانيه لا، هما هادو كانوا باقي اثنين فقط، كانت باقيه هذه قاس بالرغم من انه السايز ديالي، لكن ملي لبستها جاتني صغيره، ما عرفتش المشكل يعني صراحه والله لا خساره، وغادتني لانه عاود وليت عندهم وليت ومازال ما جابوش منهم. ونفس الشيء للثانيه تومي، هذه كذلك كانت اخر وحده ولكن السايز 7 بها بالثانيه قاس، يعني هادو هما ثلاثه اللي لقيتهم وما جاوش نفس السايز ديالي للاسف. والثمن كان رخيص البنات، كان فقط ب 25 دولار، كانوا رخاص رخاص على الثمن ديالهم الاصلي. وهذه الدورة الأخيرة هنا كانت في تي جي ماكس. حبيت نشارك معكم هذه التدبيره ولا الوصفه خصوصا لشهر رمضان الكريم. هذه كانت عطاتها لصديقتي وحبيبتي ام ايناس الوصفه، وهي تجيبوا الفلفل الاحمر من بعد ما تغسلوه وتنقيوه كما راكم تشوفوا، وتقطعوه توضعوه في قلال وتخليوه يتفور فوق النار والماء، تعرفوا ديك الطريقه نفوركم الطعام. هنا من بعد ما تفور يولي طري طري، الاختيار يبقى لكم، اما تنحيوا ديك القشره اللي من الفوق ولا تخليوها يعني تحتفظوا به، المهم تخلطوه في الميكسر ولا اي شيء يولي كم الطماطم المصبره، هذا هو الشكل ديالو. هنا نضيف الملح ونضيف اما زيت النباتي ولا زيت الزيتون، لانه الملح والزيت هما اللي يخليوه يبقى لنا مده طويله في الثلاجه. ونمشي نجيب قنينه تكون معقمه ونعبي فيها هذا الشيء وندخله للثلاجه. هذه البنات رائعه، شوفوا البنات خصوصا اللي بزاف لي اليرجيك من الطماطم المصبره، يعني لاستوما ديالهم ما تحملهاش، تقدروا تعوضوا هذه في الوصفات مع الليسوب مع السلطه مع الشربه فريك اي شيء، يعني تعوضوها بالطماطم المصبره او ديروها كاضافه، يعني تجي هايله خصوصا لشهر رمضان الكريم. وهنا نمشيو للمشتريات. حاجه الاولى هو هذا الساك اللي هبني 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 مايكل كورس، اللون اللي كنت نحوس عليه هذه مده، جاي لون وردي فاتح، سميوه كما حبيتو، يعني الاضاءه ما راهاش مبينه اللون الحقيقي ديالو. شوفوا البنات شحال خلصتو، كان 120 دولار وانا ب 96 دولار، وزيد خلصتو اقل لانه الصديقه ديالي تخدم في هذاك المحل وهي اللي خرجته لي، يعني كان عندي تخفيض عليه، عبيته بثمن رائع، موديل جديد جابوه هذه السنه ولا السنه اللي فاتت، يعني مهم ماشي منتشر بزاف. شوفوا شحال من فيه من الجيوب، عجبوني يعني فيه بزاف، فيه زوج برا فيه الداخل عاود 2 3 4، يعني ما شاء الله موديل عجبني انيق. شوفوا البنات مايكل كورس، هذا من مارشال، هذا من مارشال ماشي من تي جي ماكس، لان تي جي ماكس ومارشال كيف كيف، هذا من مارشال. هذيك تاع باش تحطي البورتفاي ديالك الاصلي البنات، يعني مارشال وتي جي ماكس تجيب مايكل كورس الاصلي، يا ما كانش اللعب. يعني نعطيكم مثلا الثمن هذا ديالو، دوك من بعد تشوفوا التيكات، اذا رحتوا
لا مايكل كورس هنا كاينين محلات معروفين تاعهم من في فرنسا. نهار اللي رحت الى فرنسا نخلات بالاثمنه. هذا هو الثمن الاصلي تاع هذا الساك من المفروض كما راكم تشوفوا 258 دولار، لكن ما شالو تي جي ماكس شفتوا شحال جابوا، جابوا 120 دولار، وكان سولد وزد تخفيض، يعني عبيتو باطل يعني رخيص بزاف. وخصوصا كانت عندي الساعه مايكل كورس نفس اللون يعني غوز جولد جي مع هذا الساك، وتشاركتهم معكم هادو عام فات، كنت رفت واحده في الاصفر وواحده في هذا اللون، وهذا يشبه للنوعيه تاع الساك اللي كان عندي شاركته معكم عام اللي فات. يعني البنات هذا لا نو هذا واحد العامين 3 سنين، عنده قريب 3 سنوات البنات، شوفوا مازال باقي جديد، يعني حاجه تاع مايكل كورس في السيكه ما تخافوش عليها سوليد. وعندي واحد اخر يعني مخلياته في البلاد كنت شاركته معكم حتى هو هذه مده في المشتريات ديالي. كذلك وشريت بلنتون، شريت هذه هي اللي جات غدي يعني 8 8، يعني ملي لبستها السايز ديالي ماشي كمها الاخرى قاس 8، ولكن جاتني صغيره. حسيت رجليا مرتاحه، خصوصا عندي مشكل في المشط، انا المشط ديالي وجعني البنات، عندي مشكل كبير ميجي نختار صبابيط، يعني ما وليتش نشري الموديل اللي نحبو، انا نشوف حاجه اللي تريح رجليا. كذلك حبيت نشارك معكم هذه الرائعه الو فيرا، رائعه للبشره للبطن للجسم تقشير. المهم هذه ان شاء الله راح نحاول نعمل لكم فيديو على الروتين ديالي في العنايه بالبشره عن قريب ان شاء الله. شريت كذلك هذا صبيبه البنتي لانه اللي كنت شريته لها للعيد الابيض جاها شويه كبير، وهذا جاها يعني سوا سوا، كان فيه تخفيض هو ب 20 عبيته ب 12 دولار، وهذا البوت للشتاء ان شاء الله اذا العمر طويله كان ب 25 دولار وعبيته فقط ب 12 دولار، يعني عبيته ولا كان 20 بعتقد 20 وعبيته ب 20 وعبيتو فقط ب 12 دولار، كانوا عاملين تخفيض الوغ بروفيتيت ورفضتو حيتو لها العام الجاي ان شاء الله. وهنا يكون خلاص الفيديو ديالنا اليوم، نتمنى ان شاء الله ان شاء الله انه يكون نال اعجابكم، ونقول لكم رمضان كريم، تصوموا بالصحه والهنا ان شاء الله يا رب. ومع ليا ما نقول لكم غير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والقاكم في فيديو اخر ان شاء الله.